حسام عم تكذب عليك يا بيزيد. السلطان مراد مختفي مثل ما قلت لك. هذا الشيء مو ممكن يا أمي. حبيب على حاله مو أكتر من هيك. لا تكون واثق كتير. بجوز يكون مات ومخبينه. شو عم تقولي؟ لا تقولي هيك أمي. بعدين ليش لا يخبوا إذا كان صار له شيء؟ مشان تكسب الوقت. السلطانة قسم. إذا بيكون السلطان مراد مات أكيد رح تخبي هالشي لتطالع ابن قاسم على العرش وتفوت عليك الفرصة. بيزيد خد حذرك وانتبه على كل شي. قسم ما رح تهمل هيك موضوع. لا يا رجال، اللي سمعتوه مو مزبوط، هنن عم يكذبوا علينا. بعدين السلطانة عائشة ما ماتت لأنها كانت مريضة. السلطان بيقولوا إنه مختفي وما حدا بيعرف وين مختفي. معقول السلطان يعني ما حدا قدر إنه يلاقي؟ شلون يعني بده يختفي؟ هذا سلطان والله متأكد إنه هو كمان صاير معه شيء. بهالحالة ممكن يكون السلطان مراد ميت. لا إله إلا الله. والله ما حدا رئيس الحرس خاتمه. هذا خاتمه. معناها مولانا أبدا ما نبعيد. يلا انتشروا، دوروا بكل مكان. انتشروا يا فرسان. يلا يلا تحرك بسرعة. شبل بالغابة. يلا يا أهل السوق، السلطان مراد مختفي. يلا اجتمعوا عندي. كل اهالي السوق يجوا لعندي. نحن رح نروح على القصر هلا. يلا يلا امشوا ورايي. هات بيت كاتيا خانو يا سمو الأمير. تمام، أنت فيك تروح. بأمرك سمو الأمير. أهلا سمو الأمير. خير في شي؟ واقف على مهلك لوين فايت هيك؟ تفضل، شو بتريد؟ قولي لي وينه؟ مين؟ على مين عم تدور؟ على اللي سبقني لهون. بيزيد! شو جابه؟ انت وين مخبيتي؟ هاد شو اجا يعمل هون؟ اصحك اصحك يشوفك. بيزيد! اذا بشوفك رح يقول للكل. ما في حدا. بيزيد اطلع على بيت. امي بدي اطلع وافهم ليش عم بيراقبني. بيزيد! بخاف انه يشوفك اذا ما طلعت وواجهته. لا لا بيزيد شوي وبشي. انتي لا تخافي. لا لا تروح. انا ما رح اسمح لك تغامر وتطلع. بيزيد قلت لك ما في حدا هون. سمو الامير اكيد هون. لوين رايح؟ وقف شوي لو سمحت. بيزيد سلطانة قلبها.
ادخل. سلطانة، إشاعة وفاة مولانا السلطان وصلت لكل اسطنبول، والناس كلها برا وعم يطالبوا يشوفوا مولانا. شكله يلي خايفين منه صار. لا تقلقي يا سلطانة، إذا لزم الأمر بقطع راس الكل قبل ما يعرفوا بشي. قتل ما عاد بدي، بكفينا الدم اللي سال لهلا، رح حل الموضوع بنفسي. أمرك سلطانة. رئيس الحرس، سلطانة، هذا حصان مولانا. بكل الجهات يلا. وين رحت يا مراد؟ أولاد تحركوا. وين رحت؟ وين رحت؟ مراد وين رحت؟ أولاد وينك يا مراد؟ وين رحت؟ وين رحت يا مراد؟ إذا فعلا صار شيء لمولانا نحن مو من حقنا نعرف يعني. هلا بدنا محمد باشا، شو الموضوع؟ ما تكون هالإشاعات صحيحة؟ بالتأكيد لا يا سنان باشا، الله يطول بعمر مولانا، مولانا لسا عايش. طيب السلطان وينه؟ بعتوا له خبر وخليه يرجع فورا قبل ما الناس تهد القصر فوق راسنا. رح ناخد التدابير اللازمة ورح نستخدم القوة إذا لزم الأمر. بس إن شاء الله ما رح نضطر إنه نستخدمها. إن شاء الله يا باشا. إن شاء الله. مولاي عايش. الحمد لله انك بخير مراد. انت مولاي. مولاي طمني مولاي، انت منيح؟ لما شفت حصانك لوحده فكرت ما رح شوفك مره تانية ومت من الخوف. مولاي
سلطانة، الأهالي جانين على الآخر. أنا بترجاكي تعيد النظر بقرارك مولاتي. خلي كمال كيج أو محمد أباظة يتدخلوا. ما بينفعوا يا حجي، وأنا مثل ما حميت الدولة بالماضي رح أحميها اليوم. جيب لي تميمة الحظ. أمرك مولاتي. ليش هدول هون عتيقة؟ ليكون أخي مراد عن جد صاير معه شي مو منيح. أنت شو عم تحكي يا إبراهيم؟ بعدين أنت شو بدك فيه؟ أخونا مراد بخير ورح يرجع. يا ريتني كون متأكد مثلك يا عتيقة. قاسم قال لي إنه بيزيد اتفق مع الخونة وعم بيرتب معه ليقتلوا السلطان ويخلصوا منه. أصلاً هو وقت شافه طلع من القصر طلع ولحقه فوراً. دستور حضرة السلطان الأم. سلطانة، طلعتك رح يكون فيها خطر عليك. برأيي ما في داعي أبداً تطلعي وتواجهيهم. نحن أخذنا كل التدابير لنوقف الناس. مو شايف اللي لابسته؟ من سنين تمردوا الأهالي كمان واجتمعوا بالساحة، وهي الرصاصة يلي قوصوها علي ليقتلوني. الشيخ عزيز محمود أفندي عطاني هالتميمة وهو عم يدعيلي، وهي بس يلي حمتني، وبعرف اليوم كمان إنها رح تحميني. أخوات افتحوا الباب. يلي عنده احتجاج يقول بدون خوف وبصوت عالي. احكي شبكة لبكات. عم بيقولوا مولانا مات يا سلطانة، والباشوات عم بيخبوا الحقيقة عن الناس. مزبوط هالكلام. سألنا وما جاوبوا، ليش مخبيين الحقيقة عنا؟ بدنا سلطان جديد وسموه الأمير بيزيد أحق بالعرش. مزبوط، هو الأحق. لا تصدقوا كل هالإشاعات، هذا كله كذب، لأنه مولانا السلطان مراد خان لسه عايش. بس من بعد الوفيات يلي صارت بعائلتنا، مولانا السلطان حادد، لهيك حب يبعد ويختلي بحاله ليرتاح، وبس يخلص الحداد بتلاقوه رجع. وشو عرفنا انه كلامك مزبوط؟ بركي كان ميت؟ مزبوط. ليش لنوثق بكلامك؟ الاهالي ما رح يصدقوا. انت صار لك سنين عم تضحك علينا يا مغفل.
انت عم تحكي مع السلطانة الأم، احكي بأدبك. خسارة. اي والله خسارة. قبل ما يخلقوا ناس كتير منكم، أنا وكرمال هي الدولة واستقرارها غامرت بحياتي، مع أني بالأصل من بلد تانية، كان في عندي اسم تاني ولغة تانية، كان في عندي دين تاني، بس حبيت هالبلد بكل شي فيها، بحرها وهواها وأهلها، وحبيت المرحوم السلطان أحمد. أنا عطيته 8 أولاد وربيت الأمراء، سواء كانوا مني أو من غيري، أنا ربيتهم وحميت الأسرة الحاكمة بكل ما أملك. حبيت الأهالي من صغيرهم لكبيرهم، حبيتكن أنتو، ساعدت كل محتاج وما ميزت بينكن. كل إنسان قصدني مرة يقلي إذا رديته خايب، رغم كل شي عانيتهم ما تركت واحد منكن جاع أو عطش أو برد أو حتى تعرض للظلم، ما خليت حدا محتاج أبداً. وهلأ جايين تهينوا السلطانة قسم يلي كل هالسنين كانت واقفة جنب الكل وبعمرها ما خزلت حدا فيكن. سامحينا يا سلطانة قوسم، كل الناس هون بيحترموكي، بس الحريق والموت والمصايب اللي صارت مع الناس دمرت لهم حياتهم، وبعدها إجانا قانون الممنوعات والإعدامات، الناس عم تعاني كتير، أرجوكي سامحينا. هلأ الكل بيرجع لعائلته وولاده لشغله وأرزاقه، والكل يكون مطمن. بصفتي نائبة السلطنة أنا اللي رح دير أمور الدولة بغياب مولانا، لا تخافوا ولا تقلقوا من شي، وبإذن الله أنا بوعدكن أرواحكن وأموالكن وكل شي بتخافوا عليه تحت حماية السلطانة الأم. الله يخلي لنا السلطانة. السلطانة جلبهار بدها تشوفك ضروري وبشكل عاجل، قال محتاجة مساعدتك. شو اللي صاير؟ ما قالت لي، بس قال في شيء كتير ضروري.